بونجور، هاد الحصة فهي حصة مادة الفيزياء، الدرس الثاني شغل وقدرات قوة. يعني الترافاي اي بويسونس دون فورس. فقبل ما نبدا بشرح الدرس فغادي نحاول ندير تذكير لبعض الفقرات اللي غادي نحتاجو لها هاد السنه وشفتوها السنه الماضيه جدع مشترك علوم. اذا تذكير، بين هاد الفقرات غادي نحتاجو الجرد، القوى المطبقة على واحد المجموعة، دان بيلون دي فورس. باش نجردو القوى المطبقة على واحد الجسم بطبيعة الحال تنحتاجو المجموعة المدروسة. دان ان سيستيم اتيدي، إذن بعد ما تحدد المجموعة المدروسة فتقوم بجرد القوى المطبقة على المجموعة المدروسة. إذن الآن غادي نشوفو بعض القوى اللي تتكون مطبقة على جسم ولا الرموز ديالها ما تتغيرش. إذن غادي نبداو بأول قوة، هي قوة معروفة شدة وزن الجسم. إذن شدة وزن الجسم فهي واحد القوة ترمز لها بي وتتساوي عندها واحد العلاقة الرياضية ام في الجي. إذن شدة وزن الجسم فهي جداء كتلة الجسم وشدة الثقالة. إذن بالنسبة للوحدات العالمية فشدة الثقالة فهي تتكون بالنيوتن على الكيلوغرام. الكتلة فدائما في الفيزياء بالكيلوغرام، والقوة فبطبيعة الحال الوحدة العالمية للقوة هي النيوتن، وشدة الوزن فهي لانتونسيتي دو بوا. دونك لو بوا دو كور. ده الآن نمرو التمثيل ديال القوة. إذا لاحظوا فملي كون تندرس واحد الجسم أو واحد المجموعة مدروسة فبطبيعة الحال أول حاجة تنديرها هي أنني تنجرد القوى، ثم بعد ذلك فتمثل هذه القوى بدون سلم. إذن بالنسبة للتمثيل ديال شدة وزن الجسم فهي سهلة، فدائما البوان دابليكاسيون ديال البوا فهو الجي، يعني نقطة تأثير
ديال شدات الوزن فهي الجي، وتتكون دائما عمودية على مستوى الضفتار. إذا لاحظوا بي فهي عمودية على مستوى الضفتار. إذا هنا عندنا مسار اللي هو مستقيمي هو أفقي، تراجيكتوار ريكتيلين اي هوريزونتال. بالنسبة لتمثيل بي مسار مستقيمي ولكن مائل بواحد الزاوية الفا. إذا هذا هو المسار ديالنا، هو مستقيمي ولكن مائل بواحد الزاوية مثلا هنايا. إذا الجسم هنا اس، بطبيعة الحال إلا خدينا الجسم اس أو لا مجموعة، تقدر تكون مجموعة فيها جسمين. إذا عندنا جي نقطة التأثير بوان دابليكاسيون، أو بي فغادي تكون عمودية. إذا لاحظوا بي فدائما عمودية على مستوى الضفتار وموجهة نحو الأسفل. الآن نمشيو لواحد المسار اللي هو مسار منحني تراجيكتوار كيرفيلين، ومثلو هاد القوة بي. هذا مسار اللي هو مسار منحني، ناخذ واحد الجسم اس، ولاحظوا ان المركز الثقل جي هو مركز الدائره. اذا بي فغادي تكون عموديه على مستوى الضفتار. بطبيعة الحال يمكننا نمثلو بي في مسار اللي هو مسار دائري مثلا بقرة، واحد لابولي، إذا غادي يكون عندي جي هو مركز الدائرة، ويمكن لي يكون مركز مثلا تكون هنا او وتكون مركز محور الدوارة. إذن هاد القوة فهي سهلة وشاهدتوها في السنة الماضية. فالتمثيل ديال شدة الوزن فهو بسيط، والعلاقة الرياضية هي بي تتساوي جداء الكتلة في شدة الثقالة. نمر الآن لواحد القوة أخرى اللي الرمز ديالها فهو ما تتغيرش، وهي قوة التماس بين جسم وسطح، لا فورس دو كونتاكت انتر ان كور اي ان بلون. قوة تماس الجسم مع السطح. وهذه القوة هذه فتنرمز لها بالرمز R. فمن الأحسن نسميها قوة تماس الجسم مع السطح أحسن من قوة الاحتكاك، لأن في هذه الفقرة هذه فغادي نشوفوا واحد القوة أخرى اللي هي تنسميها قوة الاحتكاك. إذن هذه القوة هذه فهي ستيل فورس دو رياكسيون،
et pas une force de frottement. إذا الآن R فلاحظوا هاد R ما عنديش واحد العلاقة رياضية بحال شدة الوزن باش ندير كيما دات في شدة الوزن P تساوي M في G ف R تتجبد بطرق أخرى غادي نشوفوها في بقية الدرس. إذا لاحظوا الآن هاد القوة هادي ف فيها جوج ديال الحالات. إذن بما أن هناك تماس بين جسم وسطح يعني جي ان كونتاكت انتر ان كور اي ان بلون إذن بطبيعة الحال يمكن هذا التماس هذا يكون باحتكاك أو بدون احتكاك. دونك لو كونتاكت انتر لو كور اي لو بلون سو في سوا افيك فروتمون أو بيان سون فروتمون. إذا غادي نحاولو نشوفو الحالتين معا. إذا نردو بالكم هنا مع هاد إيغ هادي لا فورس دو رياكسيون يعني قوة تماس جسم وسطح فالتمثيل ديالها فيه الحالات ماشي بحال بي التمثيل ديالها في حالة وحدة دائما عمودية على مستوى الضفدع. إل التمثيل ديالها على حسب الحالة اللي عندي بالنسبة لهاد التماس هذا يعني سواء باحتكاك أو بدون احتكاك. إذا قبل غادي نشوفو فوقاش بعدا هاد ال غادي نديرها في جهة القوة أو ما غاديش ندخلها في جهة القوة. إذا ناخدو مثلا واحد السطح إذا يمكن يكون عندي هنا سطح أفقي يمكن يكون عندي سطح مائل يمكن لو يكون عندي قوس من الدائرة مثلا يعني مسار منحني. بطبيعة الحال يمكن لو يكون عندي الجسم مدروس بكرة يعني مثلا لابولي ويمكن يكون عندي هذا الشكل هذا يكون عندي واحد الجسم مع واحد الخيط أو حبل. إذا لاحظوا غادي نجيو نشوفو تعريف ديال R. شنو هي R؟ R هي قوة التماس بين جسم وسطح. إذا ضروري من التماس. إذا لاحظوا هنا الجسم في تماس مع سطح. إذا هنا R كاينة في جهة القوى غادي تضيفوها. بالنسبة لهنايا لاحظوا أن الجسم فهو في تماس مع واحد السطح. إذا كاينة R. نفس الشيء هنا. الجسم في تماس مع هذا السطح هذا اللي هو منحني. اذا هنايا ال كاينه في جهه القوى. بالنسبه لنا البكره فلاحظوا هنايا فتيكون عندي دوران ومحور الدوران هو اللي تعطيني هاد ا غادي. اذا بالنسبه للبكره ف ا حتى هي كاينه لان تيكون هاد ال هي تأثير محور الدوران ماشي بحال هنا. هنا تيكون تأثير السطح تأثير السطح تأثير السطح. مي هنايا في البكرة لابولي تيكون تأثير محور الدوران لاكسيون دو لاكس دو روتاسيون تيكون هنايا واحد محور الدوران دلتا لاكس دو روتاسيون دلتا. بالنسبة لهنايا لاحظوا الجسم مشدود غير بواحد الخيط او حبل. اذا ما عنديش واحد الكونتاكت بين الجسم وشي بلون. اذا هنايا اغ ما كايناش يمكنش ندير هنايا اغ في جهة القوى. ولاني لاحظوا لو كان نجيب الجسم لهذا الجدار يعني مثلا لهذا لو ميغ هذا الا جبت لو كور لهنايا فلاحظوا غادي تكون عندي اغ لان غادي يكون الجسم ديالي في تماس مع هذا الجدار. إذن هذا واحد الأمثلة فوقاش تتكون هاد إيغ يعني تنديرها في جهة القوى وفوقاش ما تنديرهاش. الآن نمرو إلا كان عندي واحد التماس بين جسم وسطح. إذن قلنا كاينة جوج حالات. إذن الحالة الأولى
ناخذ التماس، يتم بدون احتكاك. Donc le contact se fait sans frottement. إذن إذا كان عندي تماس يتم بدون احتكاك، إذن في هذه الحالة هذه فتمثيل القوة R فيكون عمودي على السطح، إذن يكون اتجاه القوة R عموديا على سطح التماس. Donc la direction de la force R est, on dit qu'elle est perpendiculaire au plan de contact. إذا نضربكم من هنايا باش يكون عندكم التماس يتم بدون احتكاك، فأغ دائما عمودية، ولأن على من عمودية على سطح التماس، إذا عمودية على سطح التماس perpendiculaire au plan de contact. إذا إلا خدينا مثلا الأشكال السابقة اللي عندنا، فلاحظوا هنا قلنا اغرق هنا فغتكون عمودية على هذا، لأن هو السطح، هنا اغ غتكون عمودية على هذا السطح، إذا عمودية على هذا، نفس الشيء هنا غتكون عمودية على هذا. إذا غادي نقومو بالتمثيل ديال اغ وناخدو واحد الأشكال، إذا ناخدو مثلا سطح أفقي أو مستوى أفقي، يعني بلون هوريزونتال. إذا لاحظوا هذا هو سطح التماس، دونك لو بلون دو كونتاكت. إذا لاحظوا بأن ان تكون عمودية على سطح التماس بطبيعة الحال دائما موجهة نحو الآلة. ناخذ مثلا ان بلون انكليني، يعني سطح مائل، إذا هذا هو سطح التماس بلون دو كونتاكت. إذا لاحظوا بأن ال فغتكون عمودية على السطح، وبطبيعة الحال فهي موجهة نحو الآلة. إذا هذا الشكل الثاني، نمشيو مسار منحني، يعني قوس من الدائرة. ملي يكون عندكم هنا ان تراجيكتوار كيرفيلين، وناخذ هنا الجسم. إذا بما أن الاحتكاكات مهملة، دونك غادي تكون عندي اف عمودية على هذا السطح، إذا هذا هو سطح التماس. ولأن لاحظوا أن الآن سطح التماس فماشي مستقيم باش ندير عمودي عليه، إذا لاحظوا هذا سطح التماس باش نمثل العمودي على واحد القوس، فدائما تنديرو عمودي على السرعة. إذا مثلا إلا خدينا هنا واحد النقطة وبغيت نمثل أ، فلاحظوا السرعة يعني لا فيتاس تتكون مماسية، لاحظوا أن السرعة تتكون دائما مماسية للمسار، يعني عمودية الشعاع. إذا كان عندنا شعاع
السرعة غتكون بحال مثلا هنا ناخدو، هذا هو المركز ديال الدائرة، يعني لو سونتر ديال لو سيركل. دونك لاحظوا بأن لا فيتيس تكون دائما تونجونسيال، سيتادير لا فيتيس اي بيربونديكولار او رايو. إذا السرعة تكون دائما عمودية على الشعاع. إذا ا غتكون هنا، لاحظوا هادي هي ا. إذا نطوبالكم في المسار ملي يكون عندكم واحد المسار منحني، يعني تراجيكتوار كيفيلين. مثلا إلا مشينا للبكرة مثلا لابولي ديالنا، إذا لاحظوا، إذا شنو قلنا هنايا؟ فقلنا أن محور الدوران هو اللي تعطيني هاد إر، إذا إر فهي تأتي محور الدوران، إذا إر هنايا ما يمكن لي نحددها إلا إلا عرفت منحى الدوران. إذا مثلا إلا كان منحى الدوران غادي في عقارب الساعة، فبطبيعة الحال فإر غتكون العكس. إذن ار لاحظوا هادي هي ار تكون غادا لهاد الشيء، يعني عكس فين تدور هاد لابولي يعني البكار. وإذا كان من هاد الدوران عكس عقارب الساعة، فلاحظوا أن ار غتمشي في هاد الاتجاه. إذن هادو بعض الأشكال، كاينين أشكال أخرى ولأني حاولت نركز على الأشكال اللي تتلقاوها في التمارين غالبا. مستوى أفقي، بلون هوريزونتال، مستوى مائي، بلون انكليني، وهنا أنارك يعني قوس من واحد الدائرة. وبطبيعة الحال البقرة فاش غندرسو حالة الدوران في بقية هاد الدرس. إذا لابولي الآن نمرو للحالة الثانية، اللي غادي يكون فيها التماس يتم باحتكاك. إذا لو كونتاكت سو في افيك فروتمون. إذا في هذه الحالة نكتب واحد الجملة، يكون اتجاه ان مائلا بزاوية في بالنسبة للمنظمي. المنظمي فهو العمودي، بالنسبة للمنظمي على سطح التماس. إذا بهذه الجملة هذه فيمكننا أننا نمثلو هاد ار. إذا لاحظوا اتجاه ار فقلنا تكون مائل بواحد الزاوية في، هاد الزاوية في فتسمى زاوية الاحتكاك، وتكون مائل بزاوية في بالنسبة للعمودي أو المنظمي على السطح التماس. إذا في هذه الحالة فأ ما تتكونش عمودية على سطح التماس، فهي مائلة بواحد الزاوية الاحتكاك. إذا في فهي زاوية الاحتكاك. أونكل دو فروتمون،
Alors, la direction de R est inclinée par un angle phi appelé angle de frottement par rapport à la normale au plan de contact. إذن غادي نجيو نطبقوا هذه الجملة وغادي نقوموا بالتمثيل ديال R. إذن علاش نديروا هذا التذكير هذا في التاسك؟ فبطبيعة الحال اللي نبغيو نحسبوا الشغل ديال واحد القوة، فبطبيعة الحال خص القوة تكون ممثلة بشكل صحيح. إذن إلا مثلتوا القوة خاطئة، فبطبيعة الحال فالشغل ديال هاد القوة غادي يخرج خطأ، وسواء بالنسبة لشغل القوة أو كذلك بالنسبة لتطبيق مبدأ القصور. إذا هادو جوج ديال الحوايج غادي نشوفوهم في بقية الدرس، وهما من أهم الفقرات في درس الميكانيك. إذا الآن غادي ناخدو بعض الأشكال. إذا غادي نبداو بمستوى أفقي، يعني ناخدو واحد البلون أوريزونتال والجسم ديالنا يعني لوكور ديالنا. إذا دابا عندنا هذا هو سطح التماس، إذا ديجا شفناه في الحالة الأولى. إذا الآن شنو تتقول لي الجملة؟ الجملة هنا تتقول لي أن أغ فهي مائلة، يعني الاتجاه ديالها فهو مائل بواحد الزاوية في بالنسبة لمن؟ بالنسبة للمنظمي على سطح التماس. إذا هنا غادي نرسم المنظمي على سطح التماس، إذا غادي نرسم هذا المنظمي، هو هذا المنظمي، إذا هذا هو المنظمي، المنظمي فهو العمودي. نورمال فهو البيربونديكيلار. إذا أنا رسمت المنظمي، إذا R غتكون مائلة بالنسبة لهذا بواحد الزاوية في، دونك لا ديريكسيون دو R انكليني افيك ان انجل في بارابور ا لا نورمال. إذا الآن كاين جوج ديال الحالات، يا اما غتكون في هاد لا ديريكسيون يعني في هاد الاتجاه لهاد الجهة او لا لهاد الجهة. اذا باش غادي نعرفو، اذا خصنا نعرفو منح الحركة. اذا هاد اغادي ف تيكون الاتجاه ديالها عكس منح الحركة، ومنح الحركة بطبيعة الحال فهو منح السرعة، ومنح السرعة بطبيعة الحال فهو المنحى في انغادي الجسم. إذا ملي يكون عندكم واحد التمرين، فأول حاجة فاش تبغيو تمثلو الأغ وتكون عندكم الاحتكاكات خصكم تعرفوا منحى الحركة. إذا لا ديريكسيون دو أغ غادي تكون في لو سونس أوبوزي دو سونس دو موفمون. و لو سونس دو موفمون سي لو سونس دو لا فيتيس. اذا غادي ناخذ كمثال، ناخذ منح الحركه يعني سونس دو موفمون هو هذا، يعني منح الحركه فهو منح السرعه، تمثلو فقط منح السرعه. اذا لاحظوا اخر تكون عكس منح الحركه. إذا لاحظوا ها المنظمي وها آغ، وهذه هي الزاوية في. إذا لاحظوا بأن اتجاه آغ فهو يكون زاوية في، زاوية احتكاك بالنسبة للمنظمي وعكس منحى الحركة. إذا إلا بغيتو تضيفوها هنا فتتكون عندها عكس منحى الحركة. اللي هو منح السرعة. لو سونس اوبوزي دي سونس
دي موفمون. لو كان عندنا منح الحركه لهاد الجهه فطبيعه الحال الاغ غتمشي لهاد الجهه. اذا ناخذ الشكل الثاني مستوى مائل بلون انكليني. اذا بنفس الطريقه فغادي نرسمو المنظامي كونتراس نورمال او بلون دو كونتاكت وغادي تكون اغ الاتجاه ديالها مائل بواحد الزاويه بالنسبه لهذا المنظامي. اذا لاحظوا بطبيعه الحال قلنا خصنا نحددوا المنحى الحركه واغ غتكون في عكس منحى الحركه. اذا مثلا الى خديت منحى الحركه الجسم ينزل يعني لو كورديسو، اذا لاحظوا بان اغ غتكون هنا، هذا هو الاتجاه ديال اغ وهذه هي في. لو كان الجسم يصعد يلمونط غتكون اغ في هاد لا ديريكسيون. اذا هو الاتجاه اللي غادي تكون فيها الان كون كان الجسم يصعد. اذا نحاولوا تردوا بالكم شويه في التمثيل ديال اغ ملي الاحتكاكات تتكون موجوده. اذا اولا نرسم المنظامي، ثانيا نحدد منح الحركه وتمثل اتجاه اغ بواحد الزاويه في بالنسبه للمنظامي وتكون عكس منحى الحركه. اذا في حاله الدوران في حاله البكاره مثلا فنفس التمثيل بالنسبه للحاله الاولى، لان محور الدوران هو مركز الدائره. اذا مثلا اذا كان منحى الدوران في عقارب الساعه فبطبيعه الحال اغ غتكون لهاد الجهه. اذا هنا ردوا بالكم بالنسبه لحالات الدوران، هادو بجوج حالات ازاحه وهذه حالات الدوران. اذا اغ غتكون هكا. اذا تمثيل اغ في حاله الدوران بحال الحاله الاولى بحال الحاله الثانيه. اذا الان غادي نمشيو نشوفو علاقات رياضية اللي تتربط بين اغ وزاوية الاحتكاك ومعامل الاحتكاك. اذا غادي ناخدو مستوى مائل، يمكنكم تاخدو مستوى افقي وتخدمو عليه غنحصلو على نفس النتائج. إذا غادي ناخدو منحى الحركة هو هذا، إذا ناخدو جسم ينزل أنكور ديسون، ناخدو هنايا المنظامي، ناخدو المنظامي خص يكون دائما عمودي على سطح التماس، يعني لاكس بيربونديكولار أو بلون دو كونتاكت. إذا بما أن منح الحركة في هذا الإتجاه فإن إغ غتكون في هذا الإتجاه عكس منح الحركة قلنا. وهنايا غتكون عندي زاوية الإحتكاك لونجل دو فخوطبو. إذا لاحظوا الآن إلى قمنا بالإسقاط ديال هاد القوة آن على هاد المحور يعني على سطح التماس، إذا لاحظوا غادي تعطيني واحد القوة اللي هي تنسميوها بما أن قلنا سطح التماس فغادي نسميوها المركبة المماسية اللي هي أدي. وإلى قمنا
بإسقاط R على المنظمي فغتعطيني واحد القوة Rn اللي هي تنسميوها المركبة المنظمية. إذن la projection de R sur le plan de contact تعطينا la composante tangentielle RT. Et la projection de R sur normal, c'est à tenir une composante de R normal. Et dans la de N, c'est une petite ligne de R, les vecteurs, et les moutiers, c'est à RT, et les moutiers, c'est à la composante tangentielle plus. المركبة المنظمية لا كومبوزون نورمال وهادو هما جوج المركبات ديال ار دونك لي دو كومبوزون دو ار. اذا لاحظوا هنايا الا بغيت تشد د ار فيمكن لي نطبق هنايا في شي مثلث يعني واحد تريونغل. إذا لاحظوا هنايا ف ال تي و ار و ال ان يمكن لي نجيبها لهنا وغادي يعطيني مثلث قائم الزاوية. إذا إلا طبقت خاصية ديال فيتاغوس فلاحظوا بأن ان فغادي تساوي جذر مربع ال تي أس اتنان زائد ال ان أس اتنان. إذا نلاحظو بأن R أس اتنان فهي R T أس اتنان زائد R N أس اتنان لأن عندي هنا مثلث قائم الزاوية يمكن لي نطبق فيثاغورس. إذا هادو دابا الآن جوج ديال العلاقات، هادي علاقة متجهية وهادي الشدة ديال R. إذا إلا حسبت ال R T وحسبت ال R N فيمكن لي نحسب ال R بهاد العلاقة هادي. نجيب العلاقة الرياضية أخرى، مثلا يمكن لي نجبد طونجونت ديال في. لاحظوا بأن طونجونت ديال في هو الضلع المقابل للزاوية على الضلع المحايد للزاوية. الضلع المقابل للزاوية في هو هذا يعني هي ار تي، والضلع المحادي للزاوية ديال في هو ار ان. اذا الطونجون ديال في فيساوي ار تي على ار ان، وهذا الطونجون ديال في فيمكن لي نعوضو بواحد القيمة اللي هي ك، بحيث هادكا غادي يكون هو معامل الاحتكاك. إذا لاحظو كا هو معامل الاحتكاك كويفيسيون دو فروتو. إذا هادو علاقات رياضية ضروري أنكم تضبطوهم. يمكن تلقاهم في التمارين اللي تتكون صعيبة بطبيعة الحال، تكون فيها زاوية الاحتكاك ومعامل الاحتكاك. إذن RT فتنسميوها المركبة المماسية la composante tangentielle و Rn فتنسميوها المركبة
المنظمية. La composante normale. وكملاحظة فإن هذه الأعداد فهي تعرف أحيانا بقوة الاحتكاك، شي مرات ترمزو لها بأف صغيرة وشي مرات أف كبيرة على حسب التمارين. إذا لاحظوا الرموز ف تختلفوا من تمرين لتمرين، وقلت لكم سابقا أن أغ هذه فمن الأحسن أنكم تعرفوها بالقوة المطبقة من طرف سطح التماس على الجسم. من الأحسن راني قلتها سابقا، لأن لاحظوا الآن فهاد الآر تي فبعض الأحيان تنرمزو لها بالرمز اف صغيرة أو اف كبيرة وتنسميوها بقوة الاحتكاك. أو في بعض التمارين يمكن نسميوها بقوة الاحتكاك، يعني هذا لا كومبوزون تونجونسيال يمكن لي نسميها كذلك واحد فورس دو فروتمون. إذا لحد الآن التذكير هذا فتكلمنا على شدة الوزن وعلى قوة الاحتكاك، ولاحظوا أن قوة الاحتكاك فيها الحالات وفي علاقات رياضية اللي هما خصهم يتضبطوا. ونمشيو الآن مباشرة للدرس ديالنا اللي هو شغل وقدرة قوة، ونبداو بالفقرة الأولى اللي هي شغل واحد القوة في إزاحة. إذا الدرس غادي نقسمو لجوج فقرات كبار، شغل قوة في حالة إزاحة، ثم في الفقرة الثانية غادي نشوفو شغل ديال القوة في حالة دوران. إذا نبداو بالفقرة الأولى، ناخدو شغل قوة ثابتة، بطبيعة الحال قوة ثابتة، ناخدو الحالة ديالنا هي الحالة إزاحة. يعني الترافاي دين فورس كونستانت دون لو كا دين ترانسلاسيون. لا دوزيام بارتي غادي نحاولو نشوفو الترافاي دين فورس دون لو كا دين روتاسيون. اذا بالنسبة لشغل القوة غادي نقسمو لقسمين، القسم الاول اللي هو اولا ف غادي نحاولوا نحسبوا شغل قوه ثابته من غير شده الوزن. اذا الحاله الاولى غنحسب الشغل ديال واحد القوه من هذوك القوى اللي غادي يكون عندكم في جرد القوى، وفي الحاله الثانيه غادي نحسبوا شغل شده الوزن. اذا لاحظوا شغل شده الوزن عنده طريقة بوحدو باش نحسبوه، وشغل أي قوة من غير شدة الوزن فغادي نحسبوه بالطريقة هادي. إذا باش نحسب شغل واحد القوة ثابتة غادي نسميوها هنا اف، وهاد القوة اف فيمكن لها تكون أي قوة من غير بي شدة الوزن، كلا تكون تيب كلا تكون هاد اف صغيرة كلا تكون ار ان ار تي
إذا ملي تنبغيو نحسبوا واحد الشغل خصو يكون عنده واحد الانتقال. إذا تنقولوا خلال الانتقال مثلا من أ إلى ب، إذا الشغل ديال القوة F، إذا الشغل travail d'une force F، تنديرو له هاد الرمز هذا W، هذا هو الشغل، الرمز ديال الشغل قوة، والانتقال تنديرو هنايا، إذا تنقولو خلال الانتقال، يا إما تنكتبو AB، أو لا تنديرو مثلا الشغل ديال القوة F من A إلى B، يعني travail ديال واحد لا force F دو A فيغ B. إذا ميمكنليش نحسب أنا الشغل ديال واحد القوة بدون ما نعرف الانتقال، خصني ضروري يكون عندي واحد الانتقال من واحد الموضع إلى موضع آخر. إذا الشغل ديال القوة تتطبع هاد العلاقة هادي، هو جداء سلمي راكم شفتوه في السنة الماضية، ولأني ما غاديش تحتاجو للدرس ديال الرياضيات ديال الجداء السلمي، غادي تحتاجو غير واحد التعريف ديالو. إذا هو الجداء السلمي ديال F وانتقال اللي هو AB، ولاحظوا قلنا من A إلى B، هذا هو الانتقال ديالي، إذا خصني ندير AB. إذا كان الانتقال من C إلى D غندير هنا CD، إذا كان الانتقال من O إلى A غندير هنا OA. إذا هنا غادي نحاولو نخدمو بالقوة F وبالانتقال من A إلى B، وبطبيعة الحال في التمارين نتوما غادي تقلبو على الانتقال ديالكم وعلى الرمز ديال القوة اللي غادي نحسبو لها الشغل. إذا الشغل ديال القوة F قلنا هو الجداء السلمي، والجداء السلمي راكم شفتوه في السنة الماضية ديال UV هو U في V في القوس ديال الزاوية اللي محصورة بيناتهم. إذا هنا الجداء السلمي ديال F في AB فهو القوة F، يعني منظم F في AB، يعني منظم AB هو المسافة AB، وبطبيعة الحال المنظم ديال F المتجهة F فهي الشدة F. في الكوسينوس ديال الزاوية اللي محصورة بيناتهم، يعني F و AB. إذا هذا هو التعريف ديال شغل واحد القوة. إذا شغل القوة فهو الجداء السلمي، هنا تديرو المتجهات وهنا نقطة. من بعد فالحساب ديال الشغل، فبطبيعة الحال خصنا نحسبو هاد الزاوية. إذا الدور ديالكم أنكم تجبدوا هاد الزاوية هادي من خلال الشكل اللي عندكم في التمرين، وداكشي علاش قلنا سابقا أن تمثيل ديال القوة فهو مهم. إلا مثلتي القوة خاطئة فبطبيعة الحال هاد الزاوية تخرج خاطئة، وبطبيعة الحال الشغل تا هو غادي يكون خاطئ. إذا نضوا بالكم في الميكانيك، أول حاجة تديرو أنكم تتحددو المجموعة المدروسة، يعني السيستم إتيدي. تاني حاجة تتجردو القوى، يعني البيلون دي فورس. وتالت حاجة تتمثلو هاد القوى بدون سلم، يعني تديرو لا غوبخيزونطاسيون دو توت لي فورس سون زيشيل. إذا هادشي كله خصكم تجيبوه صحيح عاد تجيو تخدمو مثلا الشغل. إذا أنا باش نحسب زاوية فما كاينش بزاف ديال الحالات، إذا هناك أربعة ديال الحالات. إذا ناخدو الحالة الأولى، اللي تتكون فيها الاتجاه F واتجاه AB متعامدان. إذا ناخذ مثلا
هنا A وهنا B، إذن هذه هي المتجهة AB، هذاك الأصل الطرف. ونأخذ مثلا واحد القوة هنا F، الاتجاه ديالها عمودي على الانتقال. إذا لاحظوا هنايا فالزاوية F AB فهي تتساوي 90 درجة. إذا الحالة الأولى غادي نحسبوا الشغل القوة F خلال انتقال AB، قلنا هو جداء سلمي، نعاودو نبداو نكتبوهم للتذكير. إذا هنا كاين المتجهات وهنا نقطة، من بعد غنديرو F في AB، هاد النقطة يمكنكم ديروها يمكنكم مديروهاش، مي هنا ضروري مضروبة في القوس ديال الزاوية بين F و AB. ردو بالكم في هاد الرموز، يعني مثلا إذا كانت عندكم قوة T وعندكم انتقال من AC غدير هنا T وهنا AC، وغادي دير T في AC، هي T في AC في القوس ما بين T و AC، وغادي تمشي الشكل ديالك وغادي تجبد الزاوية تي AC. غتشوف هاد الحالات اللي غادي نديرو بربع، إذا الشغل راه ما صعيبش بزاف خصكم تضبطوا غير هاد الحالات بربع. إذا لاحظوا الآن غنديرو F في AB في القوس، وقلنا هاد الزاوية F AB راه هي 90 درجة في هاد الحالة، والقوس ديال 90 درجة فبطبيعة الحال فهو الصفر. إذا الشغل الآن فهو منعدم، إذا الطبيعة ديالو تنقول له شغل منعدم. إذا لا ناتور دو ترافاي اي نيل. نمشيو للحالة الثانية. إذا الحالة الثانية غادي ناخد مثلا انتقال AB، يعني أنا الفيكتور AB AA AB، وناخد واحد القوة باغاليل AB، لا ديريكسيون ديالها باغاليل AB، يعني القوة F ناخدها موازية AB وفي نفس منحى AB. هذه هي الحالة الثانية، إذا لاحظوا F غناخدوها تتوازي AB وفي نفس المنحة ديال AB. إذا المهم هاد السؤال هادو، إذا F لا ديريكسيون دو F إي باراليل AB، لا دروات AB إي دون لو ميم سونس كو لو فيكتور AB. إذا في هذه الحالة لاحظوا أن الزاوية F AB فهي في هذه الحالة تتساوي صفر درجة، إذا زيرو دوغري هنايا عندنا. ونجيو نكتبو كما شفنا سابقا، ملي تنجبد الزاوية نكتب الشغل F AB، دائما خصكم تكتبو الخاصية، لاحظوا ديما تنكررها هي F AB، دائما تجيو تكتبو الخاصية هي جداء سلمي F AB، ومن بعد نحطو التعريف ديال جداء سلمي هي F AB في القوس ما بين F و AB، هي دي الزاوية. والآن قوموا بالتعويض، هي F AB في القوس وهاد الزاوية فهي صفر، وبطبيعة الحال الكوسينوس ديال صفر فهو واحد، واحد في F AB هي F AB.
الآن نمشيو للحالة الثالثة. إذا هنايا الحالة الثالثة ف غادي يكونوا متوازيين ومن حيال متعاكسه. إذا ناخذ AB من حالية على G وناخذ F توازي AB وعكس المنحة ديال اب. اذا لاحظوا فهنايا الزاوية اف اب غادي تساوي ليا 180 درجة. اذا لاحظوا الا جبت الاف لهنا درت لها الانسحاب غادي تجيني لهاد الجهة. إذا لاحظوا فهاد الزاوية فهي 180. إذا يمكن لي نزيح اف ندير لها الإزاحة هنا وهادي هي 180 درجة. إذا الزاوية بي. إذا يمكن لكم تخدمو بي يمكن لكم تخدمو 180 كيما يمكن لي نخدم 90 درجة كيما يمكن لي نخدم بي على جوج. غير ردو بالكم باش تبغيو تخدمو بي من الكالكولاتريس خصكم تردوها راضية يعني راضية. وملي تخدمو بالدرجة في الكالكولاتريس خصها تكون في الدرجة يعني في الدوكري. إذا الحالة ثلاثة. إذا غادي نديرو الشغل ديال اف. إذا الشغل راه مصعيبش بزاف مي خصو شوية ديال التركيز. إذا غنديرو الجداء السلمي اف ا بي تعريف هي اف ا بي في القوس ديال الزاوية اف ا بي هي اف ا بي القوس والزاوية اف ا بي قلنا هي 180 درجة والقوس ديال 180 درجة يعني قوس بي هو ناقص واحد وناقص واحد في اف في ا بي هي ناقص اف في ا بي. إذا هذه هي الحالة الثالثة. إذا بغيتو تكتبوهم هنا ف القوس ديال صفر فهو واحد القوس ديال 180 درجة هو ناقص واحد. بغيتو تخدمو بي الكوس ديال بي راه ناقص واحد كذلك. الكوس ديال 90 درجة فهو صفر وبغيتو تخدمو بي 90 درجة هي بي على جوج تا هو صفر. اذا هادو هما اللي غادي تحتاجو بالنسبه للشغل. ما تحتاجش لكل شيء. تشوفوا الكوسينيس راه ما كاينش هنا الحساب المثلثي. اذا كاينين غير هاد الحالات هادو والحاله الرابعه اللي غتكون عندي زاويه. اذا الحاله الرابعه فاذا يمكن لكم نتوما ديروها ف اف و ا بي الاتجاهين ديالهم غير متوازيين وغير متعامدين. إذا بما أنهما ما متوازينش وما متعامدينش فهما يكونان مثلا واحد الزاوية. إذا الحالة الرابعة. إذا ناخد AB وناخد F هنا يعني ما متوازين ما متعامدين. إذا غادي يكونوا ليا واحد الزاوية ألفا. وكاين الحالة الثانية هنا يكون زاوية حادة وهنايا زاوية منفرجة. إذا هنا الأف وهنا أب. إذا هي الزاوية ألفا ولكن راه نفس الخدمة. إذا هنا فين غنحتاج لهذا الشكلين فبطبيعة الحال في طبيعة الشغل.
نوصلوا نحددوا طبيعة الشغل، ولكن بصفة عامة فطبيعة الشغل دائما ما تديروا التدبيق العددي، فيمكن لكم تعرفوا واش منعدم، لأن هذه يكونوا ثلاث الحالات الشغل، يا إما منعدم، يا إما الشغل موجب وتنقولوا الطبيعة ديالو محرك، يا إما الشغل سالب وتنقول له شغل مقاوم. إذا لاحظوا في هذه الحالة فغادي يكون الشغل محرك، هنا اللي يخرج لكم موجب، وفي هذه الحالة هذه غادي يكون عندي الشغل مقاوم لأن غادي يخرج سالب. إذا الآن الشغل ديال اف في هذه الحالة بنفس الطريقة، فهو اف في أبي اللي هو الجداء السلمي ديال اف في أبي في القوس ديال الزاوية اف أب. ولاحظوا الآن أن هذه الزاوية في هذه الحالتين اف و أبي فهي تتساوي ألفا. إذا غادي نجي ونكتب هي اف في أبي في الكوسينوس ديال ألفا، وبطبيعة الحال هذا تعبير، وغادي يكونوا ألفا معطية في التمرين أو مطلوب التحديد ديالها. إذا هادو هما الحالات الأربع اللي غادي تلقاوهم في التمارين بالنسبة للشغل قوة ثابتة.